إذا نمر الآن للتمرين ديال جهاز فاس مكناس. قال لك عندنا واحد المعاملة بحال هكذا، وقال لك حل لي بحال دايما، نعمل الطريقة اللي عجبتك، إما التأليفة الخطية وإما التعويض. إذا نعملوا الطريقة ديال التأليفة الخطية، هنايا كتبان أفضل، حتى التعويض أفضل اللي عجبك. إذا عندي 7 و5، غادي نوحدو المقامات. هادي غادي نضربها في -5، وهادي غادي نضربها في 7. دائما خصهم يكونوا متقابلين مع بعضهم. إذا -5 في 7 هي -35، -5 في -5 هي 25، -5 في 12 هي -60، 7 في 5 35، 7 في 7 49، و7 في 12 إذا 7 في 2 14، 7 في 1 7 إذا 84. غنجمعوهم، مشات هادي مع هادي، -25 غنزيد على 49، إذا 9 ناقص 5 هي 4، و4 ناقص 2 هي وهنايا 84، غادي ناقصوها من 60، إذا 60 80 و64 هي إيكغيك. إذا إيكغيك كتساوي 24 تقسيم 24 هي 1. غادي نجيو نعوضوها فيما عجبني هنا. إذا نعوضوها في الأولى، إذا 7x + 5y، إذا 5 في 1 كتساوي 12، إذا 7x كتساوي 12 ناقص 5، إذا 7x 12 إذا نقصتها من 5 هي 7، إذا x كتساوي لي حل هذه النظمة هو الزوج x1 1. السؤال الرابع فيه خطأ، ما تبعش النظمة، نزيد لي تبع النظمة. إذا هذا هو الدرس ديال المتراجعات، معادلات ومتراجعات. إذا ما غادي نعدلوش حتى السلسلة ديال المعادلة والمتراجعات، ملي غادي نرجعو لها في من قبل. إذا كما كتشوفوا كان هذا هو السلسلة ديالنا الجهوي ديال 5 ديال الجهات. كنظن اللي عنده شي استفسار ما ينساش يدخل عليا في الباج ديالي في فيسبوك خالد بورتو، وما تنساش دعم الابوني وخلي كومونتير مزيون ودعم الجيم للفيديو وبارطاجي مع صحابك. طبعا كان معكم خالد بورتو، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسيره الدراسيه ديالكم.